السلام عليكم ورحمة الله. طلاب المرحلة الثالثة، أرجو أن تكونوا جميعا بخير إن شاء الله. اليوم راح نبدأ وياكم يونت 3 اللي هي تيلينج تيلز، معناها رواء القصص أو روايات، يعني هيجي. فاليونت بشكل عام راح تركز على الباست تنسز، الباسيف يعني الأفعال، الصيغ الماضي، المبني المجهول، art and literature معناها الفن والأدب، و giving opinions عطاء الرأي. فراح نبدي بقصة قصيرة عن Native American Folk Tales، معناها قصة شعوب أمريكا الأصليين، past tenses، وصيغ تقريبا القصة هي كلها راح تستخدم الماضي. التمرين راح يتعلق بهاي الرواية أو القصة القصيرة اللي احنا نسميها tale، هو موجود نمبر 2، طبعا هاي الموجودة في بيج نمبر 22 يونت 3. فراح يكون عندنا تمرين نمبر 2 هو read the story on page 23، يعني الصفحة اللي بعدها، and the phrases below، هذين الفريزز below، تقريبا عندنا 6 phrases مقطوعة من القصة. احنا المهم راح نكملها ونشوف المكان اللي تتنسق به هاي الفريزز. complete the story with the phrases هو اللي مطلوب من عندنا. فراح نروح للقصة ونشوف شنو احداث القصة بهاي القصة. عنوانها The Tale of Glossops and the Baby، يعني رواية جلوسوبس اللي هو يعني هذا شكله محارب مال الامريكا او شعوب امريكا القديمة، الهنود الحمر احنا نسميهم، and the baby والطفل. جلوسوبس يعني هذا، the warrior was very warrior معناها المحارب، was very pleased with himself، كان جدا معجب بنفسه، يعني يتباهى بنفسه، because بسبب he، راح نكمل انا كاتب لكم اياها اولا، اللي هي he number one راح تكون be، فراح ارجع للبي حتى نحلها يعني ويانا اثناء الرواية. because he had fought، شوف هذا طلاب صيغة الماضي تام، الباست بيرفكت. طلاب بس ملاحظة حتى بس اوضح لكم يعني شنو الماضي التام. الماضي التام لما انت عندك حدث يعني بالماضي تحكي، وحدث حدث قبل الماضي بدها تحكي، يعني انت خلينا نفترض بدها تحكي البارحة عن حدث صار وياك مثلا الافترنون العصر، اكو فتشي البارحة صار يعني at the mornings، بس هو انت سبق الافترنون اللي انت، فالافترنون تحكي بالماضي يعني simple past، واللي صار عندك at the morning تحكي بال past perfect يعني الماضي التام، لان هو صار ماضي الماضي. اوكي، فهي هاي الجملة راح تكون he had fought، هي اساسا يعني حاليا هو blessed with himself. اوكي، ليش؟ لان حدث هو قبل الفخر بنفسه، انه هو شنو صار، كان had fought and won so many battles، لان هو حارب وانتصر بعدة معارك، فالمعارك صارت قبل انه هو ان يتباهى بنفسه. فبما انه احنا نحكي عن موضوع التباهي او blessed with himself يعني in the past، فعمليا راح تكون الموضوع اللي خلاه يتباهى او شيء اللي خلاه يتباهى اللي هو انتصر بالمعارك، عمليا المعارك راح تكون هي ماضي الماضي وهكذا. فراح نروح للجزء التكملة، فهاي راح يصير عندنا يعني الحل مالته الحرف بي sentence بي او الفريزز بي. he posted to a woman friend، يعني نظر بفخر، نظر بعجرفة على امرأة، يعني امرأة ويا موجودة. فشنو قال؟ قال nobody can beat me، يعني لا احد يستطيع ان يغلبني يعني بهالكلام هذا. فهي جاوبته really، يعني حقا، said the woman، قالت المرأة، I know someone، يعني انا اعرف شخص ما، who can beat you، اللي يقدر يعني يغلبك او يهزمك يعني بالضبط معناها. his name is Wasis، اسمه كان او هو اسمه واسس. جلوسكاب هسه هذا الشخص
نمبر 2، فراح يكون عندنا، خلينا نشوف نمبر 2 شنو راح يكون بيها. فراح نرجع للنقاط مالتها، راح يكون عندنا had never heard of Oasis. يعني هسه هاي كذلك الجملة اللي هي الباست بيرفكت او الماضي التام، لان تستخدم هاد. هاد لم يسمع قطعا بويسس، يعني لم يسمع بهذا الاسم او بهذا الطفل اللي تحكي عنه. فبما انه هي محادثتهم بالماضي، هو لم يسمع به، فمعناها هو بالماضي التام لان دخل في مرحلة ماضي الماضي. اوكي، فراح يكون اف هو التكملة مالتها. He immediately wanted to meet him and fight him. يعني هو أراد مباشرة أن يلتقي به ويحاربه أو يقاتله. So he was taken. شوي انتبهوا عليها طلاب هاي الجملة. Was taken. الواز عادة يجي وراها فعل B-I-N-G. طبعا هذا في حالة أنه نسميها الماضي المستمر، الباست كونتينوس. أما إذا إجا وراها فعل تام تصريف ثالث، معناها الجملة أصبحت مو مبني للمعلوم طلاب، أصبحت مبني للمجهول، يعني دخلت بالباسف. شنو معناها؟ معناها so he was taken، لذلك هو قد أخذ، مو هو أخذ، قد أخذ. هيك صارت مبني للمجهول. to the woman's village، إلى قرية المرأة هاي. The woman pointed، هذا ماضي، to the baby، يعني أشارت إلى البيبي. هو نمبر 3، خلينا نشوف حتى نكمل القصة. نمبر 3 راح يكون عندنا هو was، راح يكون عندنا الإي الجواب مالتها اللي هي pointed to the baby who was sitting and sucking a piece of sugar. يعني كان جالسا ويلعق قطعة من الشكر، يعني من السكر. اوكي، فنكمل القصة. راح يكون عندنا معناها الثالثة اي، حتى بس اذكركم عليها. On the floor of TB. التيبي طلاب، يعني كان جالسا في ارضية التيبي. التيبي الخيمة مال هنود الحمر، ما اعرف اذا شايفيها او فشيش، يعني خيمة من القوس او فشيش يسموها التيبي. The، يعني هنالك، هاي المرأة قالت، she said، قالت المرأة، that is Oasis، هذا هو او ذلك هو Oasis، هذا على الطفل. He is little، هو صغير، but he is very strong، لكن هو جدا قوي. Glossops laughed، يعني هذا الجلوسوبس ضحك. and went up to the baby، يعني تقدم او اتجه نحو البيبي. فشنو قال؟ قال I am a glossops fight me، معناها انا جلوسوبس حاربني او قاتلني. he shouted، هو صرخ. little voices looked at him for a moment، يعني هذا الطفل نظر اليه للحظة، لبرهة من الزمن. Then he opened his mouth. بعد ذلك هو فتح فمه، يعني وطال الكلام مات البيبي، يعني بدأ يصرخ. He screamed، هو صرخ. Glossops، فراغ نمبر 4 راح يكون هسه شنو عندنا، خلينا نشوف موجودات عندنا. Glossops had، راح يكون عندنا الجواب مالها دي، had never heard، كذلك صيغة الماضي التام الباست بيرفكت. had never heard such a terrible noise، لم يسمع مثل هذه الضوضاء السيئة جدا. يعني فراح يكون دي هو للنقطة الرابعة. he danced، رقص، a war dance، يعني رقصة الحرب. and sang، طلاب ذني كلهم بالماضي، and sang، وغنى some war songs، بعض أغاني الحرب. Oasis screamed louder، يعني بدأ يصرخ بأعلى، وا 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 إلى آخره. Glossops cover his ear، يعني Glossops غطى أو خلينا نقول
سد إذانه and ran out وهرب أو يعني خرج مسرعا of the teepee من الخيمة يعني after he فراغ number 5 نرجع نشوف شنو اللي نقدر نكمل بيه number 5 after he had run a few miles بعد ما هو ركض عدة أميال كذلك صيغة الماضي التام شنو بعد ما ركض عدة أميال number 5 راح تكون A he stopped and listened يعني توقف وأصغى listen طلاب أصغى الفرق بين heard الheard سمع يعني مرات أنت تسمع كلام أو نويز أو صوت مزعج بس ما تصغي إليه بس من تصغي معناها تبدي تسمع وتركز فهم يعني بالإنجليزي يستخدمون كلمتين في هذا الموضوع heard و listen أوكي ف the baby number 6 هسه نشوف شنو تكمل آخر وحدة baby was still screaming يعني بعد ما هذا stop and listen the baby كان شنو still screaming يعني لا زال يصرخ ف he stopped and listened the baby was still screaming راح تكون عندنا C glossops the fearless gloss يعني glossops الذي لا يخاف was terrified كان مرعوبا he ran on and was never seen again in the woman's village هو ركض أو هرب ولم يرى مرة أخرى في قرية المرأة هذا المتعلق بهاي ال يعني two pages then the two pages بعد ما عدنا شي بيهم فننتقل للبيج اللي بعدها طلاب هاي البيج اللي هي رقمها راح يكون 24 ما عدنا شي بيها لان كلها تقريبا راح تكون listen فما عدني شي بيها ما راح اخذ اي شي بيها اوكي البعدها راح تكون بالنسبة لي مهمة لان بها اكثر من تمرين فراح ننتقل للصفحة البعدها طلاب هاي الصفحة اللي هي بيج 25 راح يكون بها تمارين ثلاثة مهمة جدا راح ابدي احلها وياكم هسه راح نشوف اولا راح نكون عندنا هذا الجزء اللي هو عندنا هذا التمرين نمبر 8 اللي هو discussing grammar راح نتناقش بالقواعد فراح يكون نمبر 8 complete the sentences يعني كمل الجمل check your answer with a partner معناها دقق الجواب مالتك مع رفيقك الموجود discuss the differences in meaning يعني ناقشوا الاختلاف بالمعنى فنمبر 1 راح يكون عندنا when I arrived at the barbecue يعني عندما انا وصلت طلاب هاي جملة ماضي مبينة يعني عندما انا وصلت عند الباربيكيو يعني الباربيكيو طلاب حفلة جلسة اي شيء سميها بس راح تتضمن شواء يعني عزيمة وليمة المهم يعني بها شواء باربيكيو they فراغ eaten burger طلاب خلي اقول لكم هذا التمرين على شنو يحكي عن الافعال المساعدة اللي تنطيك انطباع عن الجملة هل هي مستمرة هل هي تامة هل هي مبني المعلوم مبني المجهول او بسيطة او شيء من هالكلام فعمليا انت من خلال الجملة من خلال فكرة الجملة لازم انت تستخدم الفعل المساعد المناسب حتى ينطيك صورة كاملة للجملة والحدث اللي انت بيه فراح تكون نمبر 1 راح اعيدها when I arrived at the barbecue they شوف خلي اقول لكم اولا هاي الجملة مبني للمعلوم لان دا يحكي عن نفسه اوكي ثانيا انت من تجي على الفعل اللي بعد الفراغ فعل بي اي ان جي فقطعا قطعا لازم انت تستخدم اما از او ار او واز او وير زين الاز والار لما انت دا تحكي بصيغة المضارع حتى تشتغل ويا الاز والار حتى تصير عندك صيغة المضارع المستمر اللي هو البريزنت كونتينوس اما اذا انت الفعل ماضي مالتك فقطعا راح تروح للواز والوير حتى شو تصير العملية تصير عندك الماضي المستمر الباست كونتينوس زين اذ تجي هسه على الضمير الضمير الفاعل they فقطعا راح تروح على الوير فراح تكون they were eating burgers يعني كانوا ياكلون يعني ما زالوا
بالاكشن اللي بالماضي، لان هو دي يحكي عن شيء بالماضي، وين اي ارايف دي يحكي. اوكي، فراح تكون عندنا هنا وير، يعني they were eating burgers. الجزء الاخر مات النقطه الاولى راح يكون، هسه شوف الصياغه، راح يقول when I arrived at the barbecue، نفس البدايه they فراغ eaten، شوف هنا الفعل راح صار تام. فهسه قدامك التام شغلتين، اما مضارع تام او ماضي تام. زين شلون تعرفها؟ انت شوف بداية الجملة، اذا الجملة مضارع فانت قطعا راح تكملها مضارع، واذا الجملة ماضي قطعا راح تروح. فبما انه هي الجملة ماضي فراح تستخدم الفعل المساعد اللي يشتغل على الماضي التام، فراح يكون they had eaten all the burger، يعني عندما وصلت هم قد اكلوا، مو كانوا دا ياكلون مثل الجملة الاولى، اكلوا، انتهى الموضوع هنا، أنا صار تام، خلص خلصوا البرجر بعد ماكو يعني. اوكي، هاي الجملة الأولى. نمبر 2 طلاب، تو وي ثانكس، هاي هماتين باست بالماضي، اور تيتشر فور everything شي. هنا هماتين عندك فعلين، يعني فعلين مساعدة، اما الواز او الوير، لان احنا قلنا هسه بما انه الفعل بي اي ان جي فعندك الام والاز والار، اذا كان عندنا الفعل مضارع فقطعا هو الفعل الماضي فراح تحول الى الواز والوير. فبما انه شي راح نكون شي واز دوينج تو هيلب اس باس ذا تيست. هسه نجي هنا وي ثانك اور تيتشر فور everything شي، كذلك هنا الفعل تحول تام فراح تكون شي هاد دان تو هيلب اس باس ذا، فراح تكون عندنا هنا شي واز دوينج شي هاد دان. تمام، راح اروح للنقطة الثالثة، كذلك نفس العملية، he told me that، هاي شوية ما واضحة، that they، بأنهم، معناها بأنهم، هو أخبرني ماضي بأنهم were staying، were staying، ليش؟ فعل هنا أنا ماضي وعندك الفاعل هو they، فراح تقول تستخدم were staying at the كارتول هوتل. تمام، he told me that they، بأنهم هنا أنا كذلك تحول للماضي يعني للتام راح، فراح that they had stay at the كارتول هوتل before. ليش؟ لأن أنا جملة ماضي مسبقا. يعني الرابعة والخامسة راح شوية تختلف عن السياق اللي أخذناه بالجملة بالجملة الأولى اللي هي 1 2 3، فراح يكون عندنا نمبر 4 you learn. شوف هنا الفعل شنو اجى طلاب؟ اجى انفينيتيف، اجى مضارع يعني مجرد احنا نقول، بس هي الجملة دي يقول له هنا تكملتها، دي يقول له you learn Italian when you went، when you went، عندما انت ذهبت بالماضي، الماضي مال جو تو ايتالي، فقطعا راح يكون السؤال بالماضي. هنا أنا ليش حول للمضارع؟ لان استخدم فعل مساعد اكل الماضي يعني ورجع الفعل للمضارع، فراح يكون did you learn. من استخدمنا did راسا بعد الفعل الرجعه للانفينيتيف يعني للمجرد يعني، فراح يكون عندنا هاي صيغة الماضي البسيط، الماضي البسيط طلاب، بل في حالة النفي والاستعلام نستخدم الديد. Did you learn Italian when you went to Italy؟ زين، الجملة الثانية أو الجزء الآخر مالتها شو يقول؟ شوف هنا أنا already learned، هنا أنا صار مجرد، هنا أنا صار تام. أوكي؟ هنا أنا المشكلة أو الشغلة، حتى بس أوضح لك المعنى، هنا أنا دا نسأله هل تعلمت الإيطالية عندما ذهبت يعني بالماضي إلى يعني إيطالي؟ هنا أنا دي راح يصير الصيغة تختلف، راح نسأله هل علمت، راح نستخدم الباسف ونسأله، نقول يعني فش راح تصير الجملة، نقول Where you already learned. هنا ال where طلاب ده تستخدم بالباسف في حالة الماضي التام، فراح يصير Where you already learned
Italian when you went to Italy. ماضي ومبني المجهول وكل ال يعني كلها موجودة بهاي الجملة يعني. طبعا حتى بس اذا تحب بس حتى ترجعون للصيغ فهي موجودة بيج يعني 137 137 و 139 137. انا راح انزل لكم اياها مع هذا الفيديو الصور مالت القواعد اللي مهمة جدا هنا، خصوصا جزء الباسف اللي نستخدمه. على كل فننتقل للجملة الأخيرة، فهنا راح يصير ديد وهنا راح يصير عندنا وير. اوكي، فأخيرا راح يكون عندنا نمبر 5 شكسبير رايت هلمت. راح يصير سؤال هنا، راح يصير ديد شكسبير رايت هلمت، كذا يعني كذلك تسأل بالماضي ودس عن شخص، وكذلك الفعل أصبح مجرد. هنا راح يصير هل كتبت، شوف هنا هلمت كتبت باي شكسبير، طبعا قضية رأسا تحولنا للباسف، فراح يصير was هلمت written باي شكسبير رأسا. الصيغة تحولت إلى المبني للمجهول والماضي مالت المبني المجهول was، كذلك يعني نفس الفكرة اللي موجودة بالنمبر 4. انت هذا التمرين طلاب، بقى عندنا هذا التمرين موجود بهاي الصفحة، قلت لكم هاي الصفحة بيها اكثر من تمرين. فالتمرين الثاني بيها اللي راح يكون عندنا الفوكابيلري ارت اند ليترتشر، يعني مصطلحات الفن والادب. عندنا ذني مجموعة من المصطلحات، فنريد نصنفها من يتروح للارت من يتروح للليترتشر. فراح يكون عندنا البينتر رسام، بالطبع راح تروح للارت. الاوثر مؤلف راح تروح ليترتشر. طبعا هنا هو بال يعني بالسؤال قال لك which nouns، طبعا ذني كلهن الاسماء goes in both columns، يعني من الاسماء اللي ممكن تذهب للجزئين. فالبويت طلاب معناها شاعر، طبعا راح تروح للليترتشر. poem قصيدة او شعر راح تروح للليترتشر. sculpture معناها نحت او فشيه هيجي راح تروح للارت. novel رواية راح تروح لترتشر. بيكتشر تعرفوها صورة ارت. برش فرشاة طبعا راح تروح الارت. باليتي هاي يعني اللوح اللي ينحط به الالوان والصبغ، طبعا راح تروح الارت. تشابتر طبعا فصل راح يروح لترتشر بالادب والفن الادب يعني. راح بايوغرافي طلاب، بايوغرافي سيرة حياة شخص او فتشي، بالتأكيد راح تروح لترتشر. اكزيبيشن معرض، معرض قد يكون بالارت وريتريتشر بس اكثر شيء راح يشتغل بالارت. فيري تيلز معناها قصص الاطفال، قصص الروايات الخيالية طبعا راح تروح لترتشر. بورتريت لوح فن صورة يعني راح تروح ارت. بلاي مسرحية راح تروح لترتشر. ارت جاليري طبعا يعني معرض الفن راح يروح بالارت. ماستر بيس راح تروح كذلك اثنيناتهم. ماستر بيس معناها قطعة ثمينة او انجاز كبير، يعني مرات احنا نقول هذا الشخص سوى انجاز كبير بحياته يعني نعتبرها الماستر بيس مالته. فاما هو راح يسوي نحت او فشي راح يعتبر ماستر بيس، او يكتب رواية او فشي تعتبر ماستر بيس، فالماستر بيس راح تروح كذلك اثنيناتهم. النوفلست الروائيين طبعا لترتشر. سكتش يعني فن تخطيطي او فشي راح تروح الارت. واخيرا الاكت راح يروح لل يعني الفن التمثيل، يعني بالتاكيد راح يروح لترتشر. عندنا جوها عندنا الفيربس، هذني 5 فيربس اللي هي ريد رايت بينت درو جو تو. وعندنا الجمل هاي سنتنسز بها فراغات، يعني فراغ بالتأكيد راح نستخدم بواحد من الفيربس. بس المهم شوية ننسق قوية الجملة، يعني إذا احتاج الفيرب يكون بالمضارع نستخدمه كمضارع، إذا احتاج بالماضي نستخدمه ماضي، وكذلك نستخدم أحد الأسماء الموجودة هنا على أن يتنسق ويا السنتنس الموجودة عندنا هنا. فراح يقول نمبر 3 complete the sentences شكسبير فتشي. طبعا شكسبير ما ممكن نقول عليه read أو paint او راح تكون رايت يعني، طبعا حتى لان هو بالماضي شكسبير يعني شخص بالماضي، ف
فراح نقول wrote many famous. شنو كتب شكسبير؟ راح نكون عندنا هنا هو مستخدم الفراغ and poem يعني قصص وشعر يعني، فراح تكون novels. اوكي الاسم نحوله الاس novels لان هو كتب عدة روايات، ما نقول novel واحدة، فراح many famous novels and poem وقصائد او شعر. تمام. نمبر 2 يقول I couldn't put the book down يعني ما قدرت او ما استطعت او لم ارغب بوضع الكتاب جانبا او اسفلا until I had طلاب. I had read. هنا أنا نفسها نجيبها read لان راح تروح لل past participle يعني للتصريف الثالث نفسها، بس اللفظ يختلف. Until I had read نفسها يريد نجيبها بس نقري read. The last يعني شنو آخر شيء بالكتاب last chapter، فراح يكون عندنا the last chapter هو المناسبة. تمام. عندنا number 3 I love فراغ about the life of famous يعني هنا راح يكون I love read، ماكو داعي لأن هي الجملة بالمضارع، فأرغب بقراءة هيجي. About the life of famous people so I always buy. من يحكي عن، فراح يكون عندنا biographies. تقدر تستخدمها بالمفرد اوكي، بس هي بالجمع، لذلك انا دائما اشتري البايوغرافي. بايوغرافي اللي هي سيرة الحياة او فشي هيجي. تمام. سواء استخدمتها كاس يعني اي او اس او اي اي اس او نفسها تنزلها هي صحيحة يعني. نمبر 4 عندنا فراغ often begin with the word once upon a time يعني شنو دائما يبدي بال بهاي العبارة. طبعا هاي العبارة معناها once upon a time معناها بالعربي اقولك اياها بس مو معناها الحيل مرتبط بها. احنا بالعربي نقول كان يا ما كان في قديم الزمان. هي once معناها حدث مرة خلال الزمن هيجي اذا تريد ترجمها حرفيا، بس هي المعنى العميق مالتها اللي هي كان يا ما كان في قديم الزمان. فعمليا راح تكون الفيري تيلز. فيري تيلز هنا بيجان، ليش احنا سويناها جمع؟ لان لو قال اوفن بيجنز معناها دا يحكي عن مفرد، اما قال اوفن بيجان معناها دا يحكي عن شيء جمع، فراح نقول فيري تيلز اوفن بيجان وذ ذا ووردز وانس ابون ا تايم. تمام. نمبر 5 ماي فريندز جريت ارتست هي، هنا أنا طلاب تقدر تقول he draw أو paint، بس أنا بالنسبة لي paint أحسن يعني he draw my أو he paint my. شنو مثلا تقدر تقول my picture أو my sketch portrait. sketch طلاب رسم تخطيطي يعني، portrait صورة يعني مو صورة 100%، البكتشر صورة 100% يعني بألوانها بتدرجاتها. البورتريت ربما يعطيك ألوان غير اللي تختلف عنك، فتقدر تستخدم أي وحدة ماي بكتشر ماي بورتريت ماي سكتش، بس أنا بالنسبة لي أحسن شي راح تكون ماي بورتريت أو ماي بكتشر. فرسم هو ماي بكتشر خلينا نقول and it looked just like me صورتي يعني رسم صورتي وهي بالضبط تشبهني يعني. هي فراغ هي درو خلينا نقول هنا خلينا نستخدم البينت للاشخاص والدرو وهي تقريبا ترهم لكل الحالتين. هي درو ا كويك سكتش اوف ذا تري. سكتش معناها رسم تخطيطي يعني رسم بس الحواف مالته، ما تدخل بالتفاصيل والالوان والاشياء الاخرى. فبما انه كويك يعني بما انه رسمه سريعه فراح تكون سكتش اوف ذا تريز يعني للاشجار. اخيرا راح تكون عندنا we go to okay we go to an فراغ of Pablo يعني Picasso painting and sculptures. راح تكون عندنا we go to an art gallery of Picasso's يعني المعرض او فشي هيجي للوحات بيكاسو والسكلبتشر والتماثيل الموجودة اللي مسويها بيكاسو.
تمام طلاب، خلصت هاي البيج، يعني بيج 25. راح ننتقل للي بعدها. عندنا ذن اللي بعدها هاي الصفحة اللي هي بالتأكيد راح تكون 26. هاي 26 عندنا، واللي بعدها ما راح اسويها هسه لان هن تقريبا اثنيناتهم ريدنج بيهن وبيها اسئلة كثيرة، فراح اتركها على النكس فيديو ان شاء الله. فراح يكون عندنا هاي الصفحة ما راح اخذ بيها شي، اوكي ما عندي شي بيها تقريبا لان هي اكثر شي listening. فراح يكون البيج الاخيرة last page اللي هي راح امر عليها سريعا نمبر 29 حتى ما يكون الفيديو طويل. راح امر على سريعا لهذا التمرين، طبعا هو 1 and 2 تقريبا مشابهات او مرتبطات، واحد يكمل الثاني. فراح يعني هذا اللي دي يحكي على الجزء الاخير من اليونت اللي هو given opinions everyday English given opinion. فراح نكون عندنا يقول what do the underline word refer to in these sentences، يعني شنو نذني الunderline word يشير لشنو، يعني طبعا هو حال اول وحدة. فاني راح يعني اخذ جملة منها واخذ جملة حتى بس تصير الصورة واضحة عندك. فاول وحدة ما راح امر عليها لان هو حالها اللي هي البلاي معناها المسرحية هنا. فراح يكون نمبر 2 او العفو بي، راح يكون I didn't like، يعني بس حتى اوضح لكم انا الصورة وانت تروح تلقطها يعني بالضبط هو دي يحكي على شنو. يقول I didn't like his first one، ما حبيت او يعني الاولى له يعني his first one، but I couldn't put his latest one down until the last page. هسه دي يحكي عن شنو، يعني اول شيء ما حبيت الشيء الاولى مالته، بعدين الاخيرة اللي سواه هو ما قدرت الا اخلص للاست بيج. طبعا ده يحكي عن رواية او قصة او فشي هيجي. فراح نروح لل 1 2 3 جواها، فراح يكون عندنا انا حتى سريعا امر عليه ما يكون الفيديو طويل. راح يكون عندنا المناسبة لها هي راح يكون ال 4 4. فايش راح يكون؟ يقول do you like Macklem Baker novels. هسه دي يحكي عن شنو، عن novels. فراح يكون عندنا هاي بي هو جوابه، يعني هذا السؤال هذا هنا راح يكون الجواب. فالسؤال راح يكون do you like Malcolm Baker novels، راح يكون جواب قال له I didn't like his first one. فالوان راح يحكي عن novels تمام، but I couldn't put his latest one down until the last page. شلون عرفناها؟ لان هو دي يحكي عن شيء بي قصة بي اوراق بي فتشي شي، يعني اذا لقينا هنا بوك او شي من هالقبيل فراح يكون هو دي يحكي بالضبط عنه. فهي تقريبا اختصرت لكم اياها حتى قلت لكم شوية ما يكون الفيديو كبير. على كل فراح يكون السي it was excellent have you seen it yet it's star Julia Coro and Antonio Belloni. دي يحكي عن فيلم او عن مسرحية او فشي هيجي. فراح يكون عندنا السي هو حالها هنا راح يكون do you like the film do you like the film سي it was excellent، يعني الات راح يكون على الفيلم يعني كان جيدا جدا رائعا فشي هيجي هو تمثيل جوليا وانطونيا. اوكي عندنا هسه الدي طلاب الدي راح يكون she usually good but I don't think she was right for this part، يعني يحكي عن إنسانة يعني هنا من هي الشي عندنا نقصد. فقال له هي دائما جيدة عادة جيدة بس ما أعتقد إنه الجزء الأخير كان مناسب لها. فحتى اختصارا راح يقول number 7 هو الحال مالته راح يكون what did you think of Sally Cotter Sally Cotter، يعني شنو تعتقد او شنو رأيك بسالي كوتر. فراح يكون الجواب she usually good but الى اخره الى اخره. فكان الجواب مالتها ال D. اوكي فعدنا ال E هسه طلاب ال E راح يكون I think they spoil them. them هو المفعول به لل
أشخاص لمجموعة ناس يعني I think هم قد أفسدوهم هيك يعني أعتقد هم هذا الفاعل يعني ناس أفسدت ناس يعني مجموعة فعل ومجموعة مفعول به فأعتقد يعني مجموعة فاعل ومجموعة مفعول به فأقول له I think they يعني هم spoil them أفسدوهم هيك they always give them whatever they want يعني دائما ينطوهم مهما أو أي شيء هم طلبوه فقطعا راح تكون عن مجموعة وفشيشة فراح تكون نمبر 5 هي الحل الإي راح يقول له what do you think of their children يعني ايش تعتقد شنو رأيك بأطفالهم يعني شنو تعتقد بأطفالهم فقال له I think they spoil them إلى آخره فراح يكون them هي متعلقة بالchildren اف طلاب راح يكون عندنا it was a nice break يعني كانت استراحة جيدة but the weather wasn't very good لكن الطقس لم يكن جيدا طبعا ده يحكي عن استراحة طلعة سفرة شيء من هالقبيل يعني كل شيء بالبريك فراح يكون الجواب مالتها النمبر 6 راح يقول له what was your holiday like يعني شنو كانت الهوليداي مالتك العطلة او السفرة يعني عطلة خلينا نقول تشبه شنو يعني شلون كانت امورك بالسفرة او بالعطلة قال له هي نايس بريك لكن الوذر كان مو جيد جدا فالإت راح يكون هي بالهوليداي جي طلاب جي راح يكون عندنا قال له they were delicious ده يحكي عن شيء لذيذ يعني delicious لذيذ فقط عنده يحكي عن اكل يعني جون هاد توماتو اند موزاريلا اند اي هاد تونا اند سويت كورن طبعا طماطه وذره ومن هالكلام فطبعا ثالثا دو يو لايك يور بيتزا اوكي فراح يكون عندنا هي الجي ثالثا ده يحكي يعني ذي بيساس ده يحكي عن مجموعه من البيتزا تمام اخيرا It was really exciting, especially when David Strort scored in the closing minutes. يعني كانت رائعة أو حماسية really حماس يعني excited exciting العفو حماسية especially when David Strort scored in the last أو closing minute يعني عندما سجل ديفيد بالدقائق او النهائية او الدقائق الحاسمة فطبعا ده يحكي عن مباراة فراح يكون عندنا نمبر 8 يقول له what was the match like يعني شلون كانت المباراة يعني فراح قال له it was really exciting فده يحكي على الماتش اللي it راح تكون على الماتش انتهى هنا طلاب التمرين هذا انتهت مع هاي القطعة لهذا الجزء من عندها ان شاء الله ال next 2 weeks راح يكون عندنا ال 1 week for this story اللي هي راح تكون عن بابلو بيكاسو the painter طبعا قصة رائعة عن حياة هذا الفنان الرائع اللي هو فنان اسباني رسام وكذلك عن بعد ال week after ال week بعده راح نكون عندنا عن الرايتر الارنست هامينغواي رايتر امريكي ورائع جدا يعني ان شاء الله القصص راح تكون ممتعه وراح نحلها مع تمارينها نقراها وتمارينها نحلها وان شاء الله تمشي الامور شكرا جزيلا نشوفكم بخير ان شاء الله مع السلامه